FM. الكلمة ليك. علما أنه الديواني يعيش في الصحاري، يعيش في الجبال، يعيش على المناطق الحدودية، عندهم مهربين قدامه، عندهم بيكاب كبار، عندهم أسلحة، وسائل متطورة. يعني كانوا ما سماش ملائمة بين وسائل الدفاع لحماية الوطن متاعكم والوسائل الهجوم تاع العدو. وش نقول لك؟ التهريب تطور سحسن سي سفيان، تهريب تطور، تهريب ولا مودرن، ولا حتى بلانس روكيت، ولا يهز بلانس روكيت بالكاميون بالكهرباء. احنا لكن ديوانا يهربوا في الاربيجي لانس روكيت. ما بيسر ما بيسر اخي، ما يتعدى لانس روكيت، ما يتعدى على ليبيا الجزائر. الجزائر موجوده سي سفيان، تعرفش الخروج موجود. ايوا لكن طول انت قبليك قلت لنا طالبوا باستقلاليه سلك الديوان، ولكن انتم حتى في وسط الديوان فما عركه نتاع ديوانيه، فما ديزيتاج انت كديواني اليوم هاك نقيب تنجمش تدخله. اي لا فما سيزيميتاج، سيزيميتاج هذاك المجلس الشيوخ، سموه مجلس الشيوخ كيما تاع امريكا، مجلس الشيوخ هذاك معناها قاعد، معناها هو اللي سيف الامور. والحمد لله مع المدير العام هذايا جديد نشوفوه الان، معناها فما سيره نتاع الحوار قاعد ندعم جديد، اما لكن ما فيناش حاجه معناها ثوريه، معناها حاجه اللي تبدل بها تغير بها الديواني باش يقول اه الديواني والله صار تغيير. مع المدير العام فما تطور كلام، فما الحوار موجود، اما لكن ما نسمعش تغيير كبير جدا في الديوان. يعني فما مدراء اليوم في الديوان ما تنجمش تحكي معاه ويعملوا اللي يحب وينفذوا اللي يحب. اي ما خاطر فما عندنا ناس في الديوان عندهم اكابر البرة، عندهم ناس من البرة شادينهم ويتكلم عليهم سي فلان وسي فلتان باش يعينوا باش يحطوا، وصار في عهد كمال بن ناصر ونقولوا انا على الاذاعه نقولوا. كاب اف ام الكلمة ليك.